الله أكبر. البراميل المتفجرة والمجازر عنوان عريض للأشهر الستة الأخيرة من الصراع في سوريا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خلال النصف الأول من العام الجاري إسقاط النظام السوري ما لا يقل عن 2908 براميل متفجرة أسفرت عن مقتل 169 مدنياً بينهم 44 طفلاً و 52 امرأة، كما وثقت وقوع نحو 200 مجزرة في سوريا في النصف الأول من العام الجاري تسببت بمقتل 2257 مدنياً نصفهم من النساء والأطفال. ويتحمل النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولية نحو 80% من المجازر، في حين ارتكبت قوات التحالف الدولي 15 مجزرة منها. كذلك أشارت الشبكة إلى أن النظام السوري تسبب بمقتل أكثر من 1500 مدني، فيما تسببت القوات الروسية بمقتل 291 شخصاً وتسبب التحالف الدولي ب199 شخصاً. وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استخدم النظام البراميل المتفجرة المحملة بغازات سامة في النصف الأول من هذا العام في أربع هجمات، أولها على مدينة سراقب بمحافظة إدلب في الرابع من شهر شباط، والثاني على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق في الخامس من شهر أذار. أما الهجومان الأخيران فكانا في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في السابع من شهر نيسان. تقرير الشبكة السورية كشف كذلك عن أن مجموع ما ألقاه النظام من براميل متفجرة منذ تدخل القوات الروسية في الحرب في الثلاثين من شهر إيلول عام 2015 ما لا يقل عن 25,884 برميلا، رغم الوعود الروسية للأمم المتحدة بأن النظام سيتوقف عن القصف بالبراميل. وفي ضوء تصعيد النظام السوري وروسيا في الجنوب السوري منذ 19 من شهر حزيران الماضي، طالبت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية لوقف عمليات القصف العشوائي وحماية المدنيين، مؤكدة على وجوب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.